عمل شهاده يوم جميل درجه حراره 18 17 16 ويوم مبروك امطار ونقطه وخير كبير الحمد لله وجامعه حلوه الكهوف ها والصخور. عبد الله حاول خف رجولكم كويس انه ما لا لا شيبه ما يقدر. مين اللي كان نايم؟ مصايد الماء ها عجيب يصيد الماء ايوه مصادينا عشان ما تروح هذه مصايد الماء. لو ان الناس كليتها وفي مرض ما كان بيخلي وفيها لو ان الناس كليتها وفي مرض ما كان بيخلي وفيها شجرة الماء هذا من 100 سنة 100 سنة؟ ايه ايش هي الموية؟ شوف شوف الموية تقدر تصيد الموية كذا ها؟ هذه مصايد كلها فين نروح الحين؟ دقيقة أوريك كيف صيدت الموية حط الموية من هنا تنزل يسووا لها زي المصدات كذا ايه تحت ايه تحولوا للمنطقة الثانية. كويس انه مو ملسلة الصخور. صورنا احنا داخلين عبد الله من عندك. ها بالعرض. بشويش بشويش على ما لقيت ايوه طبعا طيحه هذه اختراع الظاهر بشويش بشويش يلا صورنا نفاهتي بين الصخور اوه شوفين الصخور كيف مجموعه زي الجواهر لا اله الا الله لا الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحان الله فقنا عذاب النار. شوف هذا كل صخرة تمثل آية في الكون. لا إله إلا الله الطالعين من جبل هجبل مشي الحاج قرن الحاج يا نازلين عوادي ما بين نازل داخل الهام ومع على الغاد يا طالعين من جبل
الحاج يا نبيني عوادي مدين نادر دخل الهوى ومحل الغدر الصبر مليح علي راح وخلاني خلاني وراح وبعمره ما هناني الصبر مليح علي راح وخلاني خلاني وراح وبعمره ما هناني استعجلت كتير ما صبرته يا خلاني مش لاحقين بالهوى او للمثل يا طالعين من جبل لجبل ماشي لحاجة الكرد لحاجة نازلين عوادي ما بين نازل دخل الهوى ومحل الغدا الان طالعين من جبل لجبل ماشي الحاج كرج الحاج يا نازلين عوادي ما بين نازل دخل الهوى ومحل الغزل. شوف في طريق ولا لا ولا نعود اظنه من تحت فهد في طريق من هنا تعال ايه يا ابوي من هنا شوف شوف ها شاف الصخره تكفى فهد طيب كان من اول جينا من هنا يلا صورك انت نازل ايه ما فيها شيء زحلق احسن ايه القديرة حط له اغنية طول يا فهد شده يعني كانه يا سلام يلا تجويفات صخريه تجويفات صخريه كانها جمجمه راس انسان سبحان الله هذه العين والخشم سبحان الله شوفوها كانها جمجمه انسان كانه وجه رجل يعني كانه وجه انسان كأنه وجه إنسان سبحان والله مرة كأنه رأس لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذه المنطقة خلاص شوف الطلعة فوق هذه كمان شيء متعة وشوف الصخرة هذه كيف واقفة فهد هذا اللي لوحده ولا هوا حركها ولا والله ترى تصدق بعفريت تروح هذا ايش الجبل هذا الصخره ذيك ايش؟ جد جد صاحب الاستراحه كان قاعد هذا سبحان الله مطبخ مطبخ وهذا شو اسمه؟ خشب كانوا يستخدموها في شيء دعسه دعسه عتبه زي العتبات سوي نقزتك بحل ما رجلك ايه ايه هيا فهودي والله الدليل طلع من جنب القدة يا للدار كيف نطلع لكم ضيعنا الطريق انا حابين يا ولد روح سيدك احسن من حقه والله بس ما ادري هذا تحت طويل هذا يسار يا فهد لا عشان بس ما شفت له مره كيف نمشي
يسار يسار احسن يسار يسار خش بين الصف الا في طريق يجي روح يا ولدي في تعال يلا تعال خلاص تحت من الحذر عندك من الحذر خلاص اجي معك ولا معاه خلاص يطلع الصفاء هذه مع الصفاء على طول ايه وبعدين فين نروح ماشي خويد وين طالع وين رايح طالعين على المنتجع يا طالعين الجبل عيني رمت فيكم طالعين الجبل ماشي خويد عيني رمت فيكم درس الرياضية هدو الدواء والقلم السلام عليكم ورحمة الله الله يوفق الشباب يا طالعين طيب وش الحال معك والله فعلا شوف مرسى فعلا الله يسلم ان شاء الله انت بلا تطيح يا طالعين يا جبل يا جبل ماشي الحاج كرج الحاج لا نازلين عوادي ما بينزل داخل الهام وحل الغزل يا طالعين من جبل يا جبل ماشي الحاج كرج الحاج يا نازلين عوادي ما بينزل داخل الهام وحل الغزل نازلين على الوادي تشموا الهوى الله رفقنا نروح ونرجع سوا نازلين على الوادي تشموا الهوى الله رفقنا نروح ونرجع سوا قلبي مجروح يا محلى جرح الهوى ومر المحبوب قلبي مثل العسل يا طالعين من جبل لجبل ماشي لحاجة الكرج لحاجة يا نازلي عجبل جبل ماشي الحاج كرج الحاج لا نازلين عوادي ما بينزل داخل الهام وحل الغزل يا طالعين من جبل لجبل ماشي الحاج كرج الحاج يا نازلين عوادي ما بينزل داخل الهام وحل الغزل نازلين عالوادي تشموا الهوى ونرجع سوا نازلين على الوادي تشموا الهوى يلا رفقنا نروح ونرجع سوا قلبي مجروح يا محلى جرح الهوى ومر المحبوب قلبي مثل العسل يا طالعين من جبل لجبل ماشي لحاجة الكرج لحاجة يا نازلين عوادي ما بينزل داخل الهوى ومحلى الغزل طالعين عالجبل لا تنسوني خلوني روح اسأل عن نور عيوني طالعين عالجبل لا تنسوني خلوني روح اسأل عن نور عيوني قلبي سليت من بعض اللي فاتوني ويا كحل العين من موعي عم تنغسل يا طالعين من جبل لجبل ماشي لحاجة الكرج لحاجة انا بيمين عوادي ما بينزل داخل الهوى ومحلى الغزل